اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه الموصليه الفضائيه وحلقه جديده من برنامجكم برنامج الليله حلوه كذا. اليوم ليلتنا حلوه، نودع عام 2018 نستقبل عام 2019، واليوم ضيوفنا نجوم الفن العراقي وبالتحديد مدينه الموصل الحبيبه. رحب بهم، كل عام وكل اهلنا وناسنا من زاخو الى الفاو بالف الف خير. نرحب بضيوفنا الاعزاء، اكيد نرحب بضيفنا فنان حسين شكرجي، نقول لك كل عام وانت بخير استاذ حسين. تحياتي إلى القناة العائلية قناة الموصلية، وتحياتي إلى الكادر، وتحية إلى جمهوري وإلى أهلي وناسي في الموصل وفي العراق، وقل لهم كل سنة إن شاء الله أنتم طيبين وبخير وبأمان إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا رحب بالفنان تحسين حداد رئيس فرع نقابة الفنانين العراقيين، كل عام وأنت بخير أستاذ تحسين. وأنت بألف خير أستاذ جاسم. أكيد اليوم إحنا نعيش جو الفرح و الحب والسعادة، ونحتفل بعيد رأس السنة الجديدة، وبهذه المناسبة نقدم التهنئة لكل العراقيين وكل البشر اللي هم موجودين على الأرض. نتمنى لهم أن يعيشون في سعادة وسلام ومحبة دائما، ويحققون أمانيهم. إن شاء الله عام 2019 راح يكون عام إن شاء الله خير على العراق والعراقيين وعلى كل العالم. نتمنى أن يكون سلام ومحبة، وأهم شيء تكون المحبة بين الناس. وأيضا نتمنى أن يكون هناك إعادة إعمار مدينة الموصل وعودتها إلى وجهها المشرق، ونراها بشكلها الجميل مثل ما كانت سابقا. شكرا. أيضا رحب بالفنان المميز عبد الرحمن جبر، كل عام بخير أستاذ عبد الرحمن. وأنت بخير وكل السامعين، كل الكادر الموصلية، تحياتنا إن شاء الله شعبنا العراق، تحياتنا قواتنا الأمنية، وإن شاء الله يا ربي دائما نمر علينا هذا العام بألف خير. تحياتنا لهنا وتحياتنا لكل من يشاهدنا، تحياتنا لك أستاذ جاسم نور، تحياتنا لكل الشعب العراقي. وأيضا تحياتنا المايسترو الفنان أكيد رايد سعد، كل عام بخير أستاذ رايد، اليوم راح نتعبك ويانا. أوكي، إحنا اليوم بدينا التحيات، خلي أستاذ تحسين، أستاذ حسين، أستاذ الرحمن، خلي نبدي بأغنية مفرحة. أكيد إحنا نستقبل عام 2019 يكون عام الخير وسعادة على مدينتنا العزيزة أم الربعين عدباء. خلنا نسمع أغنية، أكيد أنتم مختارين الأغنية. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، وانت ويا الليلة العيد بعيدين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. مروا علي وفاتوا وحدي بلا خل، يعني اثنين الحبايب يا غايب طل. مروا علي وفاتوا وحدي بلا خل، يعني اثنين الحبايب يا غايب طل. شايل ورد بيدي وهنيت الكل، شايل ورد بيدي وهنيت الكل. وين الدنيا موديتك لو اعرف وين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. يلا هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس لهف ودلال ودلع الخلان. اسمع لغة الحبايب اشكال الوان، همس لهف ودلال ودلع الخلان. الوردة البيضة بيدي صارت رمان، الوردة البيضة بيدي صارت رمان. احمرت من دم الباير يا نور العين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة العيد بعيدين. عيد حب هاي الليلة الناس معيدين، لو انت وياي الليلة الليلة
الليله الليله. عاشوا عاشوا على صوتكم المميز استاذ حسين استاذ حسين استاذ عبد الرحمن. احنا اليوم اكيد نستقبل عام 2019، اكيد استاذ حسين راح اسالك بعض الاسئله. سؤال لك استاذ حسين، سؤالك يعني اكيد احداث 2018، ذكرياتك في 2018، اهم الاحداث اللي قدمت في مجال الفن في مجال الاعمال قدمتها. والله استاذ جاسم طبعا من فتره نجحنا فتره طويله، ما 2018 بدا يعني بعد التحرير من رجعنا يعني بجهود كثير من نقابه الفنانين. نعم. وليس من المنظمات او من الحكومه المحليه، لا كله بدعم نقابه الفنانين. ايش قدمت يعني من اعمال؟ يعني مهرجانات قدمنا اعمال، وان شاء الله هناك كثير يعني هناك يعني النقابه وجمعيه التراث الموصلي ستقوم ب مهرجان اغنيه الموصليه، فاشكرهم واشكركم لجهودكم يعني. وان شاء الله نحن حاليا بدينا العمل من 2018 بس دخلنا بال 19، الله سنه خير على الجميع ان شاء الله بعون الله ان شاء الله. استاذ حسين انت اكيد ايضا تهينا اغنيه، راح نروح يم استاذ تحسين استاذ عبد الرحمن ارجع لك. استاذ تحسين نفس السؤال، اهم الاحداث اللي من خلال اعمالك اللي قدمتها 2018؟ والله 2018 مليئه بالاحداث، بس نعم. الحدث اللي كان مهم بالنسبه لي نعم. هو كان الحلم من خلال العمل الإداري في نقابة الفنانين، هو البدء في مشروع إعادة إعمار مسرح الربيع اللي هو بيت الفنانين المسرح الأم، والحمد لله الآن منظمة اليو ان دي بي استلمت الموقع رسميا وباشرت وقدمت التصاميم، اليوم وصلتنا التصاميم. هذا جميل. كان حلم كبير، وأيضا فرح جميع الفنانين في الموصل. مشاريع كثيرة هناك، نصب للفنان زكي إبراهيم وللفنان يوسف ذنون، وأيضا إعادة تمثال ونصب الملا عثمان الموصلي في مدينة الموصل، وهناك كثير من الأمور يعني حدثت في فترة 2018 خاصة في نهاية السنة. نعم. حقيقة نهاية 18 كانت نهاية خير إن شاء الله على عملنا الإداري في نقابة الفنانين. أما كعمل فني إحنا يعني متواصلين مع العمل الفني، بدنا نبدي، والآن عندي عملين راح يكون واحد عاطفي والآخر راح تكون وطنية، هي من ألحان الفنان محمد هادي، راح نسجلها للموصل إن شاء الله، إن شاء الله. خاصة هاي خاصة للأيمن يعني. حلو. المدينة القديمة إن شاء الله، وإن شاء الله 19 يجينا تكون إحنا بدينا 19 إن شاء الله، هناك جهات داعمة إن شاء الله يكون تصوير حلقتنا القادمة راح يكون في قاعة الربيع بعد الترميم وبعد قناتكم راح تكون الأولى في يعني الاحتفال في إعادة مسرح إن شاء الله ان شاء الله. استاذ عبد الرحمن ايضا اهم اعمالك مشاركاتك عام 2018 شنو اللي قدمته؟ والله قدمت كثير يدري استاذ رايد، وعندي عمل جديد ان شاء الله قاعد اشتغله انا استاذ رايد. لا 18 قدمت شنو كان الاحداث اللي قدمته؟ حفلات حفلات يعني كثيره عملنا والله. نعم. قدمناها وغنينا على قواتنا الامنيه همين. حلو. وفرحنا الناس ان شاء الله وما قصرنا وياهم، وعدنا اعمال جديده همين انا والعلياني واستاذ رايد وزميل الفنان ستار الهيبي، وان شاء الله ان شاء الله اطفال تقدمون عام 18 عام النجاح لكم والتوفيق والتألق ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله وان شاء الله ان شاء الله. استاذ حسين احنا رجعنا لك يعني سمعنا اغنيه من اغانيك بمناسبه عام 2019، احنا ودعنا 18، شو راح نسمع من حسين شكرجي للجمهور فنان حسين شكرجي؟ انا حاضر. يلا نسمع. اوي ليلى اوي
ليلى حسين في جبل فيني ليلى عيني ليلى ليلى جننتيني ليلى عيني ليلى بحسين في جبل فيني ليلى وليلى من درد عينيك للموت وصلتيني من درد عينيك بحزاني وديتيني ليلى ما تنساني ليلى عاشوا عاشوا طبعا هالاغنيه ليلى عين ليلى حسب ما اعرف يعني دعوه راح يكون من فنانه ليلى علوي لك يعني والله ماكو يعني ليلى المعنى في قلب الشاعر سجاد وياك بس انا حسب ما اعرف يعني راح يجيك دعوه من ليلى علوي مثل الفنانه المصريه مثلا بخلال اغنيتك والله ما عندنا مانع وين ما اريد نروح نروح اوكي استاذ حسين انا حسب ما اعرف ايضا يعني انت كان امنيتك تكون مهرجان في مدينة الموصل وتحققت يعني أول مهرجان على مستوى العراق فنانين 15 فنان عراقي مثلوا العراق وكان حفلته في ملعب الجامعة نقابة فن مركز عام حدثنا الموضوع عام 2018 الحقيقة نقابة الفنانين الجديدة يعني المجلس الجديد والنقيب الجديد بعد فوزهم في الانتخابات النقابة كان هناك يعني وجهة نظر من قبل فرع النقابة في نينوى احنا طلبنا من عندهم اول شيء يعقدون اجتماعهم الاول في مدينة الموصل وزيارة اختيار المناصب كان في مدينة الموصل توزيع المناصب والاجتماع الاول
في مقر نقابة الفنان مدينة الموصل، وأيضا زيارة للأيمن والمدينة القديمة، وإقامة مهرجان في مدينة الموصل، ولبى الطلب الدكتور جبار جودي والمجلس أبرز الفنانين الغناء والجمهور أيضا يعرفون اجتماعهم في الموصل، وقمنا في زيارة إلى المدينة القديمة نقيب الفنانين مع مجلس النقابة الأخوة اللي حضروا، وبعد هذا كان هناك مؤتمر لنقابة الفنانين في مبنى محافظة نينوى، وتم الإعلان عن المهرجان. وحقيقة المهرجان تم إنجازه في مدينة الموصل على قاعة على ملعب جامعة. كم يوم كان المهرجان؟ كان مدة يومين، اشتركوا به أكثر من 15 فنان من نجوم العراق المعروفين يعني، وأيضا مدينة الموصل كان هناك فنانين اشتركوا، حضرتك وأنا كنت موجود، والفنان عبد الله الأسمر والفنان حسين الصايغ قدموا. طبعا كان الاختيار للفنانين اللي كان لهم دور في معركة تحرير نينوى، سجلوا أعمال لقواتنا الأمنية، فكان عبد الله الأسمر في المقدمة، والأخ حسين الصايغ وجنابك كنت موجود وأنا أيضا، إضافة إلى الفنان فهد نوري والفنان رعد الناصري. جميل. وحسام الماجد وكثير من نجوم العراق المعروفين والفرقة البصرية أيضا. وحقيقة كان المهرجان ناجح إعلاميا وفنيا وإداريا، وهذا ما تحدثوا به كل الأوساط الثقافية والإعلامية، وأيضا نقابة الفنانين في بغداد قدمت شكرها وتقديرها العالي إلى نينوى، إلى أهل نينوى، إلى فناني نينوى، وإلى نقابة الفنانين في نينوى على الإدارة الصحيحة للمهرجان. أوكي. والحمد لله. جميل. كان إنجاز كبير يعني بالنسبة للموصل، وهي رسالة أيضا لكل من يريد يستثمر، كل الشركات اللي تريد تدخل محافظة نينوى، على أنه هاي مدينة فيها أمن واستقرار وفيها مهرجانات. أوكي. فنية ثقافية. أوكي. نعم. أستاذ عبد الرحمن، أيضا سؤالك أستاذ عبد الرحمن، أنا تمنيت أغنية تغني بال 2018، سمعت أحلى أغنية سمعتها من المطربين، تمنيت أنت تغني يا أغنية. والله حبيت أغنية حسام الرسام. يا أغنية أغنيت مال أتمنى، أغنية وطنية. إيه. أوكي. وحبيت أغاني أستاذ يعني معاب أنه قاعد الله. نعم. شاهد أغانيكم كلها. إيه. زين. وحبيت أغنية أستاذ أم عبد الله الأسمر، أغنيته كانت حلوة. زيان. أوكي. إحنا أكيد اليوم سعداء أستاذ عبد الرحمن، يعني اليوم أنت ضيفنا والفنانين، إحنا أيضا نحب نسمع أغنية منك، وايضا فرحنا بهاي المناسبه الجميله. ان شاء الله يطلبون مني اغنيه عين مليدي. يلا اغنيه، اكيد اغنيه شعبيه حلوه الجميع. خلي نسمع. اكيد مشاهدين اعزائي، احنا من خلال برنامجنا الليله حلوه، اكيد احنا اليوم سعداء بهاي المناسبه الجميله، استقبال عام 2019، نسمع الى فنان عبد الرحمن الجبوري. أصد وازعل ودير العين، أصد وازعل ودير العين طبعا، يا بيا بصد وازعل ودير العين منا طبعا طبعا حلو، ولكن بي حلو ولكن بيك بيك طبعا طبعا، أصد وازعل ودير العين منا طبعا، ولك بالدلال لجبات طبعا طبعا حلو، ولكن بيك حلو ولكن بيك طبعا طبعا، تشك وتغار من روحك علي علي، يعين موليتي يعين مولي، يا حباب لا ترحلوا ظلوا حوالي،
عن موليتي يا عن مولاي يا حباب لا ترحلوا ظلوا حوالي. يلا سما بالقمر حترش يعطيني من فوق ترميني من فوق ترميني فعلى سما بالقمر حترش يعطيني وقعت بالبير تنزل وطلع عيني وقعت بالبير تنزل وطلع عيني وان كان ماكو حبل مد السلف ليا يا عن موليتي يا عن مولاي بالنور قلبي عالي ترشو علي مايا لقاني حالب والشام ما ريدو اروح للميلاتي ارجع وابوس ايدو اروح للميلاتي ارجع وابوس ايدو اقول يا ميلاتي شايب وانا بنايا يا عين موليتي يا عين مولاي تنور قلبي عالي رشو علي مايا صعدي ونزالي دوسي على قلبي صعد عالسطوح وبحجة الغربي ظل صعدي ونزالي دوسي على قلبي مجوز من عشرتي لو علق وصلبي مجوز من عشرتي عيني البنية يا عين موليتي يا عين مولية نور قلبي عالي رشوا علي ميه عاشوا تحياتنا لكم. طبعا هالاغنيه ايضا انا حسب ما اعرف يمكن استاذ تحسين انت غنيتها بشكل وطني مو؟ نعم غنيت كلمات غنيتها بياسنا سجلناها الفضائيه العراقيه نعم كتب كلماتها الجديده يعني الوطنيه الشاعر المبدع محمود عبد العزيز الجبوري وجه له تحيه طبعا من الشعراء المتميزين والمميزين والاغنيه اخذت صدى حسب ما طبعا كانت تبثها القنوات كثير يعني نعم الموصليه والعراقيه وكل القنوات كانت تبثها الاغنيه واعتقد موجوده لا زالت صح وانا في صدد اعادتها مره ثانيه يعني بتوزيع جديد ان شاء الله ان شاء الله هي انشودتين سجلنا هذه كانت والميمر اثنينهم كانوا من كلمات محمود عبد العزيز. اوكي انت استاذ حسين تحضرنا اغنيه لما نحكي استاذ حسين. استاذ حسين اكيد انت فنان معروف على مستوى عراقنا الحبيب بس هناك الجمهور قليل يعرفون بان حسين شكرتشي ملك الطبخ. شنو قصتك مع الطبخ؟ يعني قال يعني انواع يعني احنا اليوم لازم نتحدث بامور كثيره استاذ حسين. والله استاذ جاسم يعني كل انسان عنده في هوايه اكثر هواياتي يعني هو الطبخ يعني اي طبخ الاكلات يعني اي اكله موصليه
او غير الموصليه انا طباخه واتحدى يعني بالطبخ الدولمه، اتحدى بالباكه بالبرغل بالكوبا بالكبار بالعروق. هو الاغاني حتى الاغاني المصريه بالقليه حتى الاغاني المصريه حتى كل الطباخين العراق كله حتى الاغاني المصريه كلها على كلاس حتى يعني اهالينا بالموصل امهاتنا يعني انا مرات يعني اهالينا ما ياكلون الا اكل ايدي. اوكي بس حسب ما عرفت انت تطبخ بس ما تاكل قليل تاكل؟ لا والله اكل. اك تاكل؟ اوكي العاد اليوم حضرنا فرد اليوم ان شاء الله بتاكل بعد العاد. اوكي ان شاء الله اكيد يلا اوكي العاد الامور زينه ان شاء الله. استاذ تحسين خلينا نسمع اغنيه منك ان شاء الله. يلا تعالوا شوف بالدلال شيبه تعالوا شوف تعالوا شوف بالدلال شيبات شيبات كبرنا وصار اسمنا اليوم تعالوا شوف تعالوا وشوف بالدلال شيبات كبرنا كبرنا وصار اسمنا اليوم اي والله كبرنا وصار صار اسمنا اليوم شيبات عاين بالمراية وشفي عاين بالمراية وشفي شفت شيبات قلت يا روح هذا انذار لي محسوبة من العمر والليلة نقضيها محسوبة من الدروب كل خطوة نمشيها محسوبة من العمر كل ليلة نقضيها محسوبة من الدروب كل خطوة نمشيها افرح ولا تنتظر ايامنا اللي تمر افرح ولا تنتظر ايامنا اللي تمر احنا بقطار العمر سفرة بمرابع خضر وارحلة بقطار العمر وسفرة بمرابع خضر وش تريد سميها شفت ليل الشتاء ورصعتنا
نهار الفيح صبرك وهي تنتهي وتصير ذكرى وطيح قال شفت يا للشفة ورصعب نهار الصيح اي صبرك وهي تنتهي وتصير ذكرى وطيح اي لتقول مو بيدي الوقت مو بيدي لا لتقول مو بيدي الوقت مو بيدي ايامنا اللي تمر سفرة بمرافقه اي ايامنا اللي تمر ورحلة بقطار العمر وشتري سميها شتري سميها. عاشوا عاشوا أكيد أغنية جميلة. طبعا الأغنية كلمات المرحوم كارلوس إسماعيل قاطع الحان طالب غراغلي. طبعا احنا إن شاء الله راح تكون ليلتنا أحلى بعد. راح ناخذ فاصل وأكيد متواصلين مع جمهورنا مناسبة عام الجديد 2019 كل عام وكل العراقيين بألف خير. خلنا ناخذ فاصل وأكيد بعد الفاصل راح تكون سيارتنا أحلى وأحلى مع نجوم الفن تحسين حداد سين شكرتشي عبد الرحمن الجبوري قيادة المايسترو رائد سعد. بعد الفاصل نتواصل وياكم. مشاهدنا الأعزاء أكيد عدنا وياكم من خلال برنامجكم برنامج الليلة حلوة. أكيد ليلتنا حلوة بمناسبة عام الجديد 2019 أكيد ودعنا 2018 وإحنا متواصلين مع نجوم الفن العراقي وبالتحديد مدينة الموصل الحبيبة الأستاذ حسين شكرتشي والفنان تحسين حداد والفنان عبد الرحمن علي وعبد الرحمن جبور العفو. وأكيد إحنا اليوم سهرتنا وليلتنا جميلة وأجواء جميلة في أم الربعين الحدباء. أستاذ حسين أيضا خلينا نرجع سؤال لك يعني سؤال جميل بس نشوف اطفال عند دخلهم يمكن متوهمين شنو شلون الحلوين. هذا اكيد باقه تورد من قناه الموصليه لكم اكيد. هذا حلو جميل. تعال عمو شلونك كل عام انت بخير اكيد بس حلوه. يلا اكيد احنا اليوم اطفالنا يهنوننا ايضا يعني بهذه المناسبه الجميله الحلوه. يلا شكرا عمو شكرا لك شكرا. احنا اكيد هذا ورود باقه مقدم لكم من قناه الموصليه كادر قناه الموصليه بمناسبه العام الجديد 2019 مفاجاه بعد وكم مفاجات اخرى. استاذ حسين حسب ما اعرف يعني انت اكيد تحب تقدم شكر تقديري لكل قواتنا الامنيه اللي قدموا لمدينه الموصل وخاصه محافظاتنا الجنوبيه وايضا محافظاتنا في اقليم كردستان. بهالمناسبه شو تحب تقولهم؟ أقول تحية ومليون تحية لكل من شارك في تحرير مدينة نينوى من أبنائنا من الجنود جنوب العراق ومن وسط العراق ومن شمال العراق ومن كل الأطياف الذين ساهموا في تحرير مدينتنا نينوى الحدباء. طبعا من فصائل الحشد الشعبي وشرطة اتحادية والجيش العراقي والبيشمركة وكل أكيد تحياتنا لهم كلهم قوات الأمنية الداخلية كلهم تحياتي لهم. وبهذا المناسبة إن شاء الله أهدي لهم أغنية من الجنوب. أوكي يلا خلينا نسمع منك. وطبعا هم لأن جمهورهم قاعدين أستاذ أحمد سمير وأستاذ جاسم أبو محمد هم رايدين على الأغنية. يلا خلينا نسمع أكيد أغنية نسمع إن شاء الله. أكيد راح نسمع أغنية جميلة من الفنان حسين شكرتشي أغنية من محافظات في محافظة الجنوبية أكيد يمكن حضير أبو عزيز هذا أنت دائما متأثر بحضير أبو عزيز إن شاء الله نسمع. And then, yeah, why?
وضعنا وضعنا والله طحنا بناس بناس ما تعرف وضعنا Thank you.
بس سؤال، منو خلاك وراح؟ والله هواية خلوني وراحوا. نعم. أستاذ حسين، 2018 تعرفت على كم شخص؟ آلافات مؤلفة. آلافات؟ منو ببالك تعرفت عليه يعني بقى وياك 2018 تعرفت على شخص؟ والله كلهم إن شاء الله طيبين. نعم. يعني ما عندك شخص مثلا ببالك تعرف؟ لا. أوكي. أوكي. احنا راح نتواصل وياك ايضا استاذ تحسين، راح نتحول استاذ تحسين حداد. استاذ تحسين حداد، سؤالي لك. نعم. انا حسب ما اعرف انت تحب دائما نوعيات السيارات. 2018 كم سياره بدلت؟ 2018 سيارتين. بس سيارتين؟ ايه، كان عندي سياره كيا سورنتو. نعم. يعني عاليه 2015، فقبل اكثر من 10 ايام بدلتها، اشتريت تويوتا رف 4. أوكي. 2017. أوكي. أنا حسب ما أعرف قالوا أنت راح يكون 2019 راح تفتح لك معرض مال السيارات. لا، أنا قررت بعد ما شفت الطسات اللي بالطرقات، خاصة الطرقات الخارجية. نعم. اليوم رجعنا من دهوك، طريق. نعم. دهوك يعني يحتاج تبليط. نعم صح. وطريق أربيل نفس الشيء، فقررت أنه أبيع سيارتي الجديدة، أشتري سيارة أعتك قديمة كلش مستعملة، إلى أن نشوف وضع الموصل شلون يصير. نعم نعم. فراح غير السيارة 2019، اشتري سيارة قديمة. نعم. أستاذ الرحمن، شنو تعقيبك على الموضوع؟ شنو ضحكت؟ والله ضحكت، حتى عماد طالع علي بعد. نعم. عماد من كل شهرين ثلاثة سيارة. نعم. ساحبة بعد. هذا هواية، مرات هواية سيارات، واحد هواية يعني يحب يغير. أستاذ عبد الرحمن، عندك سيارة؟ إيه نعم. شو عندك نوع السيارة؟ والله عندي سيكي. سيكي، بس قالوا ما عندك إجازة سوق. بعد. ما صح؟ إيه والله. مفروض أدمشي بيها يعني. يلا إحنا حط بساطة كم المرور بعد. إن شاء الله تعيش. نعم. 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 سنوات احنا تمشي واد ما بدلت لا طخم لا برغي ولا شيء. ليش؟ ماكو طصات. ماكو طصات، بس بالطرق اللي رايح الموصل جاي. بس الطرق الخارجيه. اوكي. بس من جيت على الموصل انا هذا اللي حد الان مبدل مرتين طخم. مرتين بدلت. اوكي، لازم نقول للمدير البلديه ومدير الجسور. استاذ تحسين، احنا خلينا نسمع اغنيه منك بهالمناسبه الجميله. انت اكيد معروف يعني فنان موصلي دائما تدي اغاني مصلاويه. نعم. كيفك؟ يلا يلا اوكي يلا اوكي. لا تقل لي من حبك عاد، لا 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 تقل لي من حبك عيب، وعيونك بعد صغير واستعجل علي الشير، وعيونك عيونك 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 بعد صغير واستعجل علي الشيب الشيب الشيب. بياض البل شعر موشي حكمك القاسي، لقاني بيوم اسولف بيك اجاني وكلب براسي، لقاني بيوم لقاني بيوم لقاني بيوم اسولف بيك لقاني بيوم اسولف بيك اجاني وشلب براسي، مو شفت الوجه تعبان حسبالك كبر سني، تجاعيد هموم البيت منك اجات مو مني.
ما شفت الوجه تعبان يا بيا بيا يا بيا يا بيا يا بيا ما شفت شفت الوجه تعبان حسبالك كبر سني تجاعيد وهموم البي خيب منك جت مو مني شلون ما ازعل وعاتب وانت عن سنين غاي شلون ما ازعل وعاتب وانت عني سنين غاي صار ويش ما صار بي اعترف كل من يدي صار ويش ما صار بي اعترف كل من يدي لو اصاحب خوش صاحب لو اضل من غير صاحب لو اصاحب خوش صاحب لو اضل من غير صاحب شلون لك عين وتحب واحد بدالي انت موش انت الجنت انت المثال شلون لون لك عين وتحب واحد بدالي انت موش انت الجنت انت المثال صار ويش ما صار بي اعترف كل من يدي صار ويش ما صار بي اعترف كل من يدي لو اصاحب خوش صاحب لو ابطل ما صاح لو اصاحب خوش صاحب لو اضل من غير صاحب تحيات الفنان صباح الخياط طبعا الاغنيه من الحان الفنان صباح الخياط استاذ حسين سؤال لك صفات الصديق الصدوق
صفات الصديق الصدوق، منو صفاته؟ والله هو الصديق لازم يعني يكون يحافظ الصداقة. كل أكو مثل يقول الخوة ضيم بضيم ما تجيب هين، خلي المسيرة يطول والحر يبين. أكثر أصدقائك متواصلين وياك منهم؟ والله أكثر أصدقائي أنت يعني تقريبا أول واحد، وأستاذ تحسين، عيسى البدوي، أحمد سمير مدير التقاعد أبو العلا، كاتب عدل الأستاذ مهند زكريا، هذول أصدقائي مميزين يعني دائما إحنا متواصلين معهم. نعم. جاسم نسيته. وهيك هذا أبو حمودي أفراناسيا، هذول أهلي، جاسم أبو محمد هذا غالي. أوكي. وابن الغالي. أوكي. أيضا أستاذ تحسين السؤال نفس سؤالك، صفات الصديق الصدوق، أنت غنيت أغنية على الصاحب على الصديق. طبعا الصداقة هي جزء المهم من الأخلاق. نعم. فعندما يكون يسمي شخص يسمي نفسه صديق فيجب أن يتمثل بالصدق أولا والوفاء، الصدق والوفاء. أوكي. ويكون في السراء والضراء، ويكون دائما في الشدائد موجود. أوكي. بالشدائد المريت بي أنت كثيرة، خاصة أثناء خروجنا مدينة الموصل بعد دخول عصابات داعش الإجرامية إلى الموصل وغادرنا، كنا نازحين. خلال هاي الفترة اكتشفنا كثير من الناس اللي كنا نحسب لهم حساب ليس لهم وجود. صح. وعلى العكس هناك قسم الأصدقاء يعني كانوا بعيدين أو فقط سلام، وكان لهم مواقف كبيرة معنا. من أكثر أصدقائك تواصلوا وياك؟ والله كثيرين يعني تواصلوا معايا من الموصل ومن المحافظات الأخرى. يعني أتذكر في المحافظات الأخرى كان سيد جاسم، كان في الدورة السابقة نقيب الفنانين في البصرة، وأيضا الأخ عقيل من الريسان، وكان نقيب الفنانين بواسط توفى الله يرحمه المسرح، نسيت يعني أحضرني اسمه. كثير من الفنانين، الفنان الكبير حميد منصور كان له وقفة، الفنان الكبير رضا الخيار، الحرقاني الله يرحمه، ألف رحمة على روحه، باسم الحرقاني كان متواصل معنا، الإخوان أيضا في أربيل وفي دهوك وفي سليمانية، أهلنا في كردستان أيضا كانوا متواصلين كلش معنا. نعم. وأيضا في مدينة الموصل كان الفنان التلفزيوني سعد الله صبري. جميل. أكثر واحد يعني كان اتصل بي، والفنان جبار حاحة. حلو. والفنان التشكيلي الفنان الكبير بشير طاها. حلو. كانوا دائما يتصلون بي يسألون عن أحوالنا. حقيقة هؤلاء. نعم. يعني سجلوا يعني فرد وقفة كبيرة بالرغم من فارق العمر بيني وبين بشير طاها وسعد الله صبري وهؤلاء الفنانين الكبار، ولكن كانوا دائما. نعم. يسألون، وللأسف قسم كانوا معانا يعملون في الإدارة وفي الوسط الفني وإلنا مواقف معهم ولم يكلفوا نفسهم بالسؤال. أوكي. وهذا صديق يعني شوك تعرفه وقت الشدائد. أكيد. نعم. سعد عبد الرحمن أيضا نفس السؤال، صفات الصديق ومن يتواصل وياك يعني هي أمانة هي لازم تذكر. أستاذ جاسم هي صفات الصديق الذي يقفلك وقت الضيج، يعني لو يخابرك مخابرة ما أنت بعاسته أو تشكيلك هم، يعني يشكيلك هم، والمتواصل وياهم زملاء يعني الفنانين يونس الجبوري، محمود العامري، ستار الهيبي زميلي وحبيبي، وفنانين الباقين يعني كلهم متواصل أنا وياهم، ما قاطع علاقتي ويا كل أحد. هناك شفت أصدقاء يعني أصدقاء طيبين وأصدقاء غير طيبين مثلاً من خلال محنتك؟ أكو، بس إحنا ما نقدر نحكي. أوكي. على أوكي. بس نحب يعني نحط لهم تحية هم لهم، لأن أكو ناس اللي قالها أستاذ، قال أكو ناس كنا ما نضوج شلون تقول منهم، بس شفناهم وقت الشدة واقفين ويانا. أوكي. يعني حسينا بهذا الشيء خاصة. نعم. بأيام داعش يعني المرات علينا. اوكي احنا راح تحضرنا اغنيه، بس سؤال الاستاذ حسين. امن نسيت اخوي العزيز المتواصل دائما معانا المؤثر وابو جورج. نعم. ابو جورج انا وهو متواصلين دائما. اوكي. اكثر حفيد لك مشاكس منه؟ والله يوسف بن ابو عجاج. هو مشاكس حيل. ايه. اكثر واحد تحبه يعني قريب لك تحس ان هذا قريب لك؟ والله عبد الله بن عباس ابني. اوكي. اكيد تحياتنا لهم. العد
تحياتي الى عائلتي والى احفادي واولادي كلهم. اوكي. احنا راح نسمع استاذ عبد الرحمن واكيد نتواصل مشاهدينا الاعزاء اكيد مشاهدي قناه الموصليه الفضائيه من خلال برنامجنا برنامج الليله حلوه اكيد ليلتنا حلوه اكيد ايضا استاذ عبد الرحمن فنان المميز راح نسمع اغنيه منه وهذه المناسبه الجميله تحياتنا الى كل اهالينا بكل محافظات العراقيه نسمع عبد الرحمن الجبوري. Yeah.
الحبايب يقدر اثنين يمنى ويسرى سبحان القاع بعد العصر يسرى يفرج العبد وقلبه تار مفدر فرج العبد وقلبه تار مر مر لا مر لا مر لا مر عاشو. اكيد بصراحه الوان جميله تشوبي والمصلاوي اكيد ايضا راح نسمعها بعد الفاصل راح ناخذ فاصل بعد الفاصل اكيد هناك بعض الاسئله لكم ونسمع الى اغاني مصلاويه واغاني تشوبي مشاهدينا عزيز اكيد متواصلين وياكم من خلال قناه الموصل الفضائيه برنامج هالليله حلوه اكيد ليلتنا حلوه ما عندنا نحس بالوقت اكيد ان شاء الله عام خير وسعاده ونجاح وتالق لكل العراقيين عام 2019 بعد الفاصل نتواصل وياكم مشاهدينا الاعزاء مستمر وياكم خلال برنامجكم برنامج الليله حلوه ليلتنا حلوه وجميله ممتعه اكيد من داخل مدينه الموصل ومربع حدباء استاذ تحسين سؤالك كونك انت نقيب فنانين العراقيين الوان الغناء في مدينه الموصل كم لون اكو؟ الموصل بها الوان غنائيه عديده ولكن هي تتميز بالطابع الطابع الديني يعني تراث مدينه الموصل هو تراث ديني والاكبر دليل هو تنزيلات وموشحات الملا عثمان الموصلي الرجل الموسيقار المتصوف وايضا هناك طبعا طبعا عندنا اغاني شعبيه محليه يعني هاي يسموها مارديليه يعني وافده من منطقه ماردين يردليه وهاي الاغاني يغنوها بالموصل يغنوها بماردين يغنوها حتى بسوريا يغنوها وايضا عندنا الغناء الريفي في جنوب الموصل يعني في اطراف مدينه الموصل العتابه والصويحلي والنايل وهاي الدبكات اللي غناها قبل شوي الاخ عبد الرحمن طبعا كلها الوان جميله كل لون يعبر عن مجتمع معين من مجتمعات مدينه الموصل او عن مكان معين في مدينه الموصل الاخ عبد الرحمن غنى العتابه والصويحلي هذه جنوب الموصل أوكي. يعني استاذ احسن سؤال ايضا تشوبي يختلف تشوبي بين بغداد وموصل ومحافظه جنوبيه ومحافظه لا ما يختلف هو التشوبي شكلي انا اكو تشوبي عادي وكم مثلث يعني اللي قابس ونفسه هو هذا بالنوطه يكتبوا 2x4 ذاك يكتبوا 4x4 المثلث 4x4 ما اكو اختلاف بالمنطقه الغربيه يغنون تشوبي بس الدبكات تختلف شويه يعني كل منطقه تكريت مثلا محافظه صلاح الدين بها الدبكه تختلف عن اهل الموصل وبالانبار ايضا تختلف شويه كل ايوه حتى بالجنوب ايضا تختلف حتى اداء الصويحلي والعتابه منطقه لمنطقه هم شويه اكو اختلاف بعض الاختلاف بس الموصل تتميز كثير من الالوان الغنائيه خاصه الغناء الشعبي الاغاني المصلاويه اللي هي باللهجه او باللكنه الموصليه
يغنوها بمناسبات الأعراس وليلة الحنة والطهور، وهذه أكثر شيء يغنوها النساء يعني بهاي المناسبة. ليلة الحنة يروحون لبيت العروس يغنوها بيت العروس وبالطهور، وهاي أغاني جميلة بها بهجة وسرور يعني تغني عن العادات وتقاليد والمهن والحرف والأكلات الموصلية. جميل. نعم. أوكي، إحنا أيضا راح نسمع أيضا أغنية منك، أغنية مصطاوية. أكيد حتى يكون سهرتنا أحلى، من إحنا اليوم أيضا كل محافظة يحبون الأغاني المصطاوية الجميلة. اليوم تحسين حداد بهالمناسبة عام 2019 نسمع منك. أكيد راح نغني الأغنية المشهورة اللي هي عنوان مدينة الموصل، أغنية ياردلي. ياردلي أغنية جميلة. شنو معنى ياردلي؟ ياردلي يعني مفردة كردية، حبيبة قلبي يعني. نعم. مفردة كردية، كردية تركية؟ كردية، لا كردية. كردية بس هي وافدة من منطقة ماردين. ماردين بها عرب في تركيا يتكلمون نفس اللهجة المصلاوية. جميل. يعني أنا عندي أحد الأصدقاء من منطقة ماردين يغني لي الأغاني هو ويحكي مصلاوي يقحي معاه، يعني يتكلم معاه بالمصلاوي. أصل الأغنية منو غنى أول واحد؟ والله كثيرين غنوها بس أفضل واحد غناه هو معيوف. معيوف، نعم أفضل واحد. خلنا نسمع الأستاذ تحسين. نسمعها إن شاء الله. يمين بالنبي لصيغ أنا الخادم، واخدم حبيبي الحلو وسكن قلبي. يردلي يردلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لا تخليني. تلامي جاغيكي وعمل سلام من حرير واطلب لعودكي وبوس خد اليمين واحضن لقامتكي. يردلي يردلي سمرة قتلتيني، خفي من رب السماء وحدي لدخل. شباب الله
لكن ربي السماء وحدي لبخلي ودي شيلو ضعنا دنر حلال ومينو الشايل أبو علي الشايل أغاتي العشاير دي وصلنا لك ومينو الشايل أبو أحمد الشايل أغاتي العشاير دي وصلنا لك ودي وصلنا لك جميل عاشو عاشو. أكيد أيضا نتحول الأستاذ حسين شكلجي الفنان حسين شكلجي. أنت دائما أغانيك يعني تمثل سهل نينوى يعني إخوتنا اليزيدية متواجدين في بعشيقة بحزاني والشبك والتركمان وأيضا المسيحيين. أكيد اليوم مناسبة قلنا عيد عام جديد كل عام وكل أهالينا المسيحيين بألف خير إخوتنا اليزيدية وكل المكونات الأقليات. شنو سببك دائما قريب على بعشيقة وبحزان أغانيك؟ والله هو اللهجة البعشيقية تقريبا هي قريبة لهجة مصطاوية أصيلة. نعم. يعني ما يعني يمكن أقول لك اللهجة البعشيقية أكثر من الموصلية. نعم. فأنا بصراحة أحب الأغاني البعشيقية وغنيت كثير من الأغاني يعني. يعني خلينا نقول جمهورك أكثر شيء بعشيقة وبحزاني؟ لا والله جمهور موجود في كل مكان. نعم. يعني كل الطوائف يحبوني. اوكي خلينا نسمع اغنيه حلوه بهالمناسبه. راح اغني اغنيه يعني ايش كان الدلال ايش بي على بعشيق وبيا المكان بي تركيب يعني ان شاء الله راح نعمل من المقام الصبا وتدلل ان شاء الله. اكيد مشاهدينا الاعزاء احنا مستمر وياكم خلال برنامجكم سهرتنا اكيد ليلتنا برنامجكم الليله حلوه وسهرتنا حلوه ان شاء الله. نسمع الى فنان حسين شكرجي سمعنا اغاني مصطاويه. اشكان الدلال اشكان تسبابه قلو
الحلو تنزاد خطاب قلنا الحلو تنزاد خطاب قلنا لم أبد هذا الحكي جابوا قلنا لم أبد هذا الحكي جابوا أكيد بالعجل يضيع أحبابه أكيد بالعجل يضيع أحبابه Thank you.
تنحل يا ظمته حنك يرجف تنحل يا ظمته أكيد رجعتنا ذكريات حلوة جميلة يا قضيب البان وأغاني إشكال الدلال. نرجع الفنان عبد الرحمن. عبد الرحمن أيضا سؤالك يعني من خلال أغانيك اللي غنيته من المطرب أكثر مطرب نعرفها الأغاني اللي غنيته الأغاني اللي نعم نعم أكثر الأغاني تعرف بها يعني الفنان محمود العامري الفنان يوسف جبوري نعم يعني والأستاذ نور النافولي ولو هسه على الولد الظهره يعني كلهم ما بيهم خسره ما جربت تغني يعني مطربين مثلا اغاني عراقيه مثلا مو بس هذا اللون يعني لا لا اغني اغني لا لا اغني 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 هاي الشغلات ما نما المواصله جميل يعني نعم امنياتك تحققت كلها ب 2018 يعني شلون تقولها توها 50% خلينا نقول ها 50% تقريبا 50% لان احنا قبل داعش كنا يعني انا اقول لك يا كان احلى قبل داعش كان الفن احلى وثقافتنا احلى شنو دائما يا مقام قريب على روحك الصبا الصبا بس صبا كله حزن بي ايه بس عندي اغاني يعني اغني هم عليها يعني عندي اغنيه حركه الروح اغنيه شدعة عليك اغنيها انا اغاني بغدادي ايه نعم اوكي كلها موقف طريف مر بيك عام 2018 موقف طريف يعني منو شنو الموقف مر بيك ها كلكم استاذ تحسين استاذ حسين ايضا راح اسالكم نفس السؤال موقف طريف والله ما اتذكر فكر بين استاذ تحسين فكر على ما اتذكر استاذ حسين انت عم تفطني لازم موقف طريفك المواقف الطريفه كثيره استاذ جاسم ما اقدر يعني احسم لك اياها بس موقف ببالك هاي جلسه يعني كثيره يعني مثلا والله ما اتذكر احس ما بدك نسيان ايضا نسيان عندك اي امس كبرنا بعد صار احنا نسيان المواقف الطريفه كثيره استاذ جاسم نعم. خاصه في مجال العمل مفاجات ايه كثيره في مجال العمل في كثير من الامور يعني في مجال مثلا كونك انت تديسي مع ثمين جميله ما صار موقف طريف ويا ويا طلابك طالباتك ويا زملائك والله يعني احد المرات جيت للدوام طلع عطله وما ادري نفسي عطله حلو جميل انا حريص طبعا معروف عني دائما اكون حريص وملتزم بالوقت واجي للدوام قبل الوقت واطلع اخر واحد ستاسي امنياتك كلها تحققت 2018 طبعا بعض الامنيات اللي هي تخص العمل الاداري بالنقابه تحققت ولكن الامنيه الكبيرة اللي هو نشوف العراق مزدهر مستقر آمن وكنا نتوقع أنه بعد التحرير أنه نجي نشوف المدينة الموصل يعني جميلة ولكن للأسف دخلنا المدينة لقيناها نصف مدينة خراب والنصف الآخر بدون خدمات ونتمنى إن شاء الله يعني خلي يكون هناك طبعا احنا أكيد متفائلين لأنه الإنسان يجب أن يكون عنده أمل بالحياة وإحنا عندنا الأمل أنه تعود هاي المدينة أكيد بالناسها الطيبين أوكي. وبكل العراقيين اللي الآن دي يعملون من أجل إعادة مدينة الموصل إلى سابق عهدها وكثير من أهلنا بالموصل أيضا دي يسعون والأخوة الفنانين أيضا في كل يوم عندهم أمسية موسيقية أمسية غنائية معرض تشكيلي عرض مسرحي عرض سينمائي خاصة في المنتديات والمقاهي الثقافية اللي نشوفها الآن جميل. مثل القنطرة وملتقى الكتاب وغيرها كثير فعاليات هذا دليل على حب المدينة ودليل على أنه السعي لإعادة الوجه المشرق لمدينة الموصل وإعادة الثقافة والفن إلها وهاي مدينة هي مدينة الفن والثقافة الموسيقى نشأت بها وأول عرض مسرحي كان في مدينة الموصل يعني انطلق المسرح من الموصل, طبعاً من الموصل وأيضا الموسيقى أيضا انطلقت إسحاق الموصلي وإبراهيم الموصلي كثيرين وعثمان الموصلي هؤلاء هم علماء جميل الموسيقى جميل عبد الرحمن خلينا نسمع أغنية منك أيضا أغنية شرح نسمع منك أغنية جميلة أكيد بالمناسبة شرح نسمع أكيد مشاهدين الأعزاء احنا متواصلين وياكم خلال برنامجكم الليلة حلوة وكذا راح نسمع الى الفنان عبد الرحمن الجبوري باغنيه جميله مهداه الى جمهوره
تريد تقولي قولي واحكي علي تستاهل ما نلقيتك روحي هدية شو تريد تقولي قولي واحكي علي مستاهل ما نلقيتك روحي هدية زيد بنيران زيدي زيد بتعذيبك كش مقلب اللي حبك وش عند جيبي زيد بنيران زيدي زيد بتعذيبك كش مقلب اللي حبك وش عند جيبي ما فاد وياك روحي ديو طبيبي من دون الخالق كله صرت الضحية من دون الخالق كله صرت الضحية عاشوا 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 استاذ حسين ثلاث امنيات عام 2019 امنياتك والله امنيات ان شاء الله ثلاث امنيات شنو ثلاث امنياتك 2019 ان يتعمر مدينه نينوى وخاصه جانب الايمن ان شاء الله وثانيا ان يعمرون قاعة الربيع لان قاعه اساسيه كان أيام زمان دول العالم مهرجانات الربيع وغيرها يكون في قاعة الربيع الثالثة الثالثة أن يأم الأمن والأمان على العراق وعلى مدينة نينوى وعلى الدولة العراقية وكل الناس طوائفا إن شاء الله أمنياتك تتحقق أستاذ حسين وان شاء الله نشوفك فنان مشاريعك شنو مشاريعك القادمه في 2019 والله ان شاء الله 19 مشاريع 2019 عندي اغنيتين من الذكيه ذيك المره بعد ما صورتها الله نعم. الله وان شاء الله اغنيه على عين الفرح يا دنيا سد بابه ان شاء الله واضافه الى هذا عندنا مهرجان الاغنيه الموصليه ان شاء الله اكيد يعني جمعيه التراث موصلي الموصلي ونقابة الفنانين هو إن شاء الله في بغداد وإن شاء الله عندنا مشاريع كثيرة بعون الله تعالى إن شاء الله إن شاء الله أستاذ حسين أيضا سؤالك نفس السؤال ثلاث أمنيات عام 2019 أكيد كل إنسان سواء كان في العراق أو في أي بقعة بالأرض يتمنى يكون يعيش في سلام ويأمن على نفسه وعائلته ويعيش في محبة مع الآخرين الأمنية الثانية هو خاصة في مدينة الموصل هو أتمنى أن يكون هناك الحب ما بين الناس في المجتمع الموصلي وأن يكون هناك نكران ذات وأن يضحوا من أجل الآخرين ومن أجل مدينتهم حتى يكون بالإمكان أن نعيد هاي المدينة إلى سابق عهدها لأن بدون الحب صح لا يمكن أن
تبنى مدينة الموصل. الحب قبل كل شيء والصدق في العمل ومخافة الله جميل العمل، هذه كلش مهمة بالنسبة لنا احنا كمجتمع موصلي وابناء محافظة نينوى، لان احنا نعيش في ظروف صعبة جدا جدا. لا زالوا اهل الموصل نازحين في المخيمات، ولا زالوا مهجرين في محافظات اقليم كردستان وفي تركيا وفي دول الجوار الاخرى او الدول الاوروبية. نتمنى ان يكون هناك محبة وصدق في العمل حتى الناس ترجع لبيوتها وتنبني هاي المدينة، ونترك هاي المخيمات، نترك كل المصالح الشخصية، خلنا نبحث عن المصلحة العامة. أنا الآن في موقعي إن شاء الله ما أشتغل إلا للمصلحة العامة إن شاء الله، ولا أبحث عن مصلحتي الشخصية نهائيا. أوكي. وأي في أي وقت تشوفوني يبحث عن مصلحتي الشخصية يجب على كل الفنانين يحاسبوني. إحنا أيضا أستاذ عبد الرحمن من وقت البرنامج، أمنياتك ثلاث أمنيات. والله أول أمنية إن شاء الله الأمن والأمان للعراق، والأمنية الثانية إن شاء الله كل قايب يرجع لدياره، والأمنية الثالثة إن شاء الله مدينتنا القديمة تبتني ترجع ويرجعون أهلها. وتحياتنا لكم شكراً. وإن شاء الله دائما نشوف. شكراً 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 لك. اسمح لي، أنا عندي الأمنية الأخيرة ما خليتني أحكيها. أمنيتي الكبيرة أنه يعني بالعراق تكون حكومة شوية عندها ضمير يعني، وتحترم تربة العراق، تحترم العراقيين، تنطي لكل حق حقه. يكفي السرقات، يكفي الفوضى، يكفي عدم احترام للقانون. احنا بلد الحضارة، واحنا بلد العراق عمره تاريخه 7000 سنة، ما معقول نكون بهذا المستوى. شوارعنا وسخة جميل، شوارع طسات مكسرة، مؤسساتنا الثقافية مدمرة، عدم اهتمام بالثقافة بالفنون بالمسارح. ومن خلال قناة الموصل الموقر أوجه رسالة إلى وزير الثقافة الجديد أن يهتم بالمسرح وبالموسيقى وبالفنون التشكيلية، لأنه بدون هذه ما ممكن أن يرجع. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أكيد إحنا بصراحة قبل ما نختم البرنامج راح نسمع إلى أغاني مصطاوية تحبون الله ويسماق. الأغاني مصطاوية معروفة أكيد أكيد، هالأغاني دائما في العاصمة بغداد، يعني مثل ما ذكرت إحنا من نتجول بغداد أي محافظة دائما يحبون يسمعون يردلي وتحبون الله والسماق. فرح نهديها إلى كل جمهورنا في جميع محافظاتنا العراقية. أكيد إحنا اليوم سعداء. نشكر الفنان حسين شكرتشي لحضورك اليوم، وكل عام وأنت بخير. كل عام وأنت بألف خير أستاذ جاسم. شكرا. وإن شاء الله سنة خير بعون الله. وتحياتي إلى أستاذي الأستاذ الكبير الشيخ الإعلاميين غازي فيصل، وإلى كادر قناة الموصلية والمخرج قصي، وجميع الحضور. وتحياتي إلى كل من شاركنا إن شاء الله فرحتنا في عامنا الجديد إن شاء الله. أستاذ تحسين كلمة أخيرة قبل ما نغني. الكلمة الأخيرة أستاذ، أولا أقدم شكري تقدير العالي إلى قناة الموصلية الفضائية اللي دائما تهتم بفنانين محافظة نينوى، واللي دعتنا اليوم لهذه السهرة الجميلة. بوجه تحية للأستاذ الغالي أبو عمر أستاذ غازي فيصل، وإلى عمر المبدع، وكل الأخوة اللي يحملون كاميراتهم يعني ويعملون من أجل مدينة الموصل. أوكي. ومن أجل إيصال الكلمة وإيصال كل معاناة أهل الموصل. وأيضا أتمنى يكون عام 2019 إن شاء الله عام خير وسعادة. عام عام جميل جمال إن شاء الله. سعد عبد الرحمن كلمة أخيرة. والله تحياتي لكل الكادر المصورين، تحياتي إن شاء الله لكل جمهورنا اللي يسمعونا، تحياتنا لكم إن شاء الله. أكيد إحنا مشاهدين الأعزاء ومستمعين الأعزاء، طبعا أكيد مشاهدة وسماع لكل مشاهدي قناة الموصلية. شكرا للفنان حسين شكرتشي لحضورك، فنان تحسين حداد رئيس نقابة الفنانين العراقيين فرع نينوى، أستاذ عبد الرحمن الجبوري، وأيضا المايسترو رايد أبو جور. شكرا لك رايد، تعبناك اليوم، وأكيد إن شاء الله عام سعيد لكل العراق. شكرا أيضا لمطعم رويال سيتي اللي كنا اليوم حفلتنا وسهرتنا في مطعم رويال سيتي، شكرا لإدارته، شكرا لكل مشاهدنا، شكرا للمصورين، شكرا لكل من يشاهد قناة الموصلية. ونقول لكم نلتقي وياكم حلقات قادمة. كان وياكم في إعداد تقديم أنا جاسم حيدر،
وإن شاء الله عام خير سعادة لكل العراقيين من زاخو إلى الفار كل العراقيين. ونسمع إلى أغاني مصطاوية مهداة إلى كل جمهور العزيز. تحبون الله ولا تقولون دخيل الله ولا تقولون سعاد وكل ما تعيني دلال سعاد وكل ما تعيني دلال. تحبون الله ولا تقولون دخيل الله ولا تقولون سعاد وكل ما تعيني دلال سعاد وكل ما تعيني دلال. اسمغ مليح مورد الوجناتي غالي على امو غبت الداياتي بيت ابو نوخيم المنصوب عند ابو عمر تنقضي
سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاف يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاف طبخنا سماق بدع وعزمنا كل الجماع طبخنا سماق بدع وعزمنا كل الجماع واشتغل دق الاصباح والمعالق شيق وشاق يا سماق يا سماق اكلي دهيني وما تنضاف طبخنا سماق بدع عزمنا كل الجماع طبخنا سماق بدع وعزمنا كل الجماع واشتغل دق الاصباح واشتغل دق الاصباح والمعالق جيق وشاق طبخنا سماق طماشة عزمنا الوالي والباشا طبخنا سماق عزمنا الوالي والباشا والحمس مع واشا يا سماق يا سماق اكلي دهين